الشيخ دي الشيخ مناحي بن ديبه الشفلوت، شيخ قبائل عبيده كافه، الله يحييك. قبائل قحطان اجتمعت اليوم تضامنا وانتصارا لقبيله بني هاجر، ممثله في نائب شيخ القبيله الشيخ شافي بن ناصر بن حمود شافي، وذلك بعد سحب الجنسيات من قبل الحكومه القطريه هو والعديد من افراد القبيله. تعليقكم بهذا الاجراء؟ قحطان اجتمعت تضامنا مع الشيخ شافي شيخ شمل قبائل بني هاجر، وبناء على دعوة الشيخ شافي بن سالم أمير الفوج بالحرس الوطني، وقحطان اجتمعوا من الحد الجنوبي إلى الحد الشرقي الشمالي المملكة تضامنا مع الشافي الشيخ شافي بن ناصر والشيخ شافي بن سالم. وعلى كل حال الجنسية اللي سحبها أمير قطر هي عبارة عن ورقة فيها صورة شخصية لا تسر ولا تضر، وشافي بن ناصر في غناة منها ولا تضر في أي شيء، وجنسية شافي هم صبيان قحطان اللي حضروا، هذا لا جنسية شافي اللي تسوق هذا. نعم نعم نعم.